لنفتح ملف نقاشنا والذي خصصناه للحديث عن النشاط الجمعوي الذي يسبق الدخول المدرسي، أين تسابق عديد الجمعيات الخيرية الزمن لتوفير الأدوات المدرسية للتلاميذ المغوصين سواء داخل الوطن وخارجه. من بين هذه الجمعيات جمعية الأيادي البيضاء الخيرية التي أطلقت حملة لمساعدة العائلات داخل الوطن وحتى بقطاع غزة بفلسطين لتوفير الأدوات المدرسية لأبنائهم، وجاءت الحملة تحت شعار صعدك يا فاعل الخير، وهي رسالة إلى كل المحسنين وفاعلي الخير قصد التبرع بمحافظ ومآزر لأبناء القطاع الواقع تحت حصار خانق، كذلك إلى العائلات الجزائرية المغوصة داخل الوطن. مشاهدينا للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم لنا عبر خدمة الهاتف رئيس مكتب ولاية الجزائر بجمعية الأيادي البيضاء الجزائرية مراد مزغيش. أهلا بك معنا، هل أنت في الاستماع؟ صباح الخيرات والمسرات. صباحك سعيد وشكرا لك على تلبية الدعوة. العفو، مرحبا. إذا نتكلم دائما حول الحملة التي تم إطلاقها بتزامن مع الدخول المدرسي لتوفير الأدوات المدرسية سواء للعائلات المغوصة داخل الوطن وحتى خارج الوطن بالنسبة لقطاع غزة. لو نتكلم بشكل أكبر حول هذه الحملة انطلاقا ممكن من حدود الوطن ثم ننتقل للحديث عن شقها الخارجي. نعم، كما ذكرتي هي حملة الدخول المدرسي، هي حملة موسمية نقوم بها كل سنة داخل وخارج الوطن. فبالنسبة لنا يعني داخل الوطن في الجزائر، يعني هي الدولة الجزائرية على كل حال يعني قائمة بالواجب يعني متكفلة بالعائلات الفقيرة والعائلات الهشة، لكن تبقى حالات خاصة يعني يأتي دور الجمعيات يعني هي اللي تكمل هذا النص. فاحنا يعني نستهدف، عندنا مجموعة من العائلات مسجلة عندنا في الجمعية، عندنا ملفاتها، فلما يكون الدخول المدرسي حرة أو في أي حملة موسمية أخرى فنستهدفهم من خلال مساعدة في يعني خلال الأدوات المدرسية، من خلال الحقيبة المدرسية، من خلال المئزر، من خلال يعني الألبسة، في دري صغار يحبوا يدخلوا العام الجديد بلباس جديد. فنسعى يعني قدر المستطاع أن نوفر هذه المستلزمات يعني حتى نفرح وليداتنا يعني اللي أوليائهم يعني ما يقدروش يوفروا لهم هذه المستلزمات. نعم، إذن هي حملة لفائدة المغوصين المسجلين لديكم في الجمعية. خلينا ممكن نتكلم بشكل أكبر عن التبرعات، ماذا تشمل اليوم التبرعات؟ هل ممكن مبالغ مالية أو حتى ممكن تبرعات من قبل المحسنين، تبرعات مادية على شكل ممكن مآزر وأدوات وما إلى ذلك؟ نعم، وكما ذكرت الإعانات يعني متنوعة، ففي اللي يساهم بالأدوات المدرسية لما يكون عنده فائض، أو هو يعني نفسه يحب يشتري ويقول لك هذه يعني مدوها الأطفال اللي ما والديهم ماهمش لاحقين، أو حتى يعني من خلال مبالغ مالية توفير مبلغ الحقيبة تقريبا حوالي في 5000 دينار جزائري، يعني تشمل الحقيبة، تشمل المئزر، وتشمل يعني الأدوات اللي توفر عليها الحقيبة المدرسية. وفيه يعني من المحسنين يعني اللي يحبوا يتبرعوا يعني بالألبسة بالمآزر. فهمتي؟ عندنا حملة ثانية اللي هي جمع الكتب المدرسية. في حملة جمع الكتب المدرسية، ففي الكتب المدرسية الجديدة اللي حاب يتبرع بكتب مدرسية جديدة، أو حتى يعني الكتب المدرسية المستعملة
فنستقبلها يعني في مقر جمعيتنا ونسلمها يعني مع الـ مع الـ مع الحقيبه المدرسيه. هذه هي بصفه عامه يعني النشاط تاع الحمله اللي نقوم. نعم، نتكلم دائما حول هذه الحملة وحتى حول المتبرعين. اليوم الجمعية الأكيد بأنه لديها متبرعين ومحسنين يلبون النداء مع كل حدث، كذلك مواقع التواصل الاجتماعي لها دور كبير في إيصال ممكن هذه الحملة اليوم للمحسنين. نعم، هو كما ذكرتي، كما نقول الجمعية من خلال يعني تجربتها ومن خلال علاقاتها، من خلال إثبات مصداقيتها يعني في الميدان، ف يعني اكتسبنا يعني مجموعة يعني لا بأس بها من المحسنين يعني يتبرعوا معنا يعني دوريا، محسنين ومحسنات يعني في نفس الوقت، يعني حتى بالنسبة للمحسنات يعني عندهم دور يعني ممتاز ونحييهم بالمناسبة. عاملين مجموعة واتساب يتواصلوا فيما بيناتهم لما تكون حملات مثل هذه أو حتى تكون حالات خاصة، فيدخلوا ويساهموا بشكل كبير. وفي نفس الوقت يعني نستهدف يعني محسنين جدد يساهموا يعني معنا في الحملات هذه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كما ذكرتي. فاحنا نعلن على الحملات والناس تتصل من خلال الصفحة، من خلال الهاتف، أو من خلال يعني حتى يعني علاقاتنا واتصالنا المباشر بالمحسنين، لأن وسائل التواصل الاجتماعي يعني عندها دور كبير يعني في هذا المجال، يعني حتى في عرض الأنشطة يعني الخيرية اللي نديروها، مثلا حملة الدخول المدرسي، بإمكان يعني أي فرد يعني يدخل للصفحة ويشوف الحملة تاعنا السابقة في السنة الماضية. بالمناسبة في السنة الماضية كانت لنا حملة يعني كبيرة في مدينة القالة بعد ما تعرضت للحرائق، ووزعنا يعني مجموعة لا بأس بها من الحقائب المدرسية على الأطفال يعني لتخفيف الصدمة ولإدخال الفرحة والسرور عليهم. فدائما يعني تبقى صفحات التواصل الاجتماعي هذه يعني تساهم بشكل كبير في يعني توعية الناس، في تسهيل عملية التواصل، في يعني الإجابة يعني على الاستفسارات اللي يطرحوها الناس، كيفاش نساهموا، كيفاش نقدروا نعاونوا معكم. كما نقولوا هو الامر هذا يعني ككرة الثلج، يعني يبدا صغير ثم يبدا يكبر يعني حتى يعني تصير يعني مشاريع. نعم، طيب خليني ممكن اكمل هذا النقاش من اخر نقطة ذكرتها، وهي عرض التبرعات على الصفحة الخاصة بكم، التبرعات المتعلقة بالحملات التي تقومون بإجرائها مع كل موعد. هذا الأمر ممكن له أهمية اليوم، ممكن المحسن وحتى المتبرع لما يشاهد هذه التبرعات يثق في الجمعية وحتى بأنه تبرعاته اليوم ستصل للمعوزين. نعم صحيح، والمثل يقول يعني ليس ميدان القول غير ميدان العمل، فبالتالي لما تكون عندك إنجازات، يكون عندك يعني عمل في أرض الواقع، فالناس تثق فيك أكثر وتكون عندك مصداقية أكثر، يعني ما يسمى في وسائل التواصل الاجتماعي البورتفوليو، وهي كما نقولوا منجزاتك وأعمالك اللي درتهم يعني خلال المسيرة تاعك. فالمحسنين يعني ويتحفزوا كذلك، يعني لما الناس تشوف انه فيه حملات تندار، فيه محسنين تساهم، فهم كذلك نقولوا يتعاندوا في الخير. فنحن دائما نحرص على انه نوزعها يعني مش من باب التباهي او من باب الاخر، ولكن من باب تحفيز الناس، من باب تشجيعهم، من باب كما نقولوا المساعده على يعني انتشار الخير يعني بشكل يعني كبير حتى يشمل جميع من هو في حاجة إليها.
نعم، خليني ممكن أعود إلى أول نقطة ذكرناها، وهي أن هذه الحملة تشمل حتى قطاع غزة. ما هي اليوم أهمية هذا العمل أنكم تشاركون ممكن في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة؟ ليست المبادرة الأولى ممكن للجمعية بهذا الخصوص؟ نعم، كما ذكرتي نحن في قطاع غزة، يعني نود نذكر برك أنه في القانون الأساسي للجمعية في البند الثالث منه في عندنا مادة تقول يعني مساندة الشعب الفلسطيني ومساندة الشعب الصحراوي. فهذا الأمر يعني خذيناه على عاتقنا في بداية التأسيس. الحمد لله يعني كانت عندنا حملات يعني موسمية للشعبين، وخاصة يعني في غزة، لأنه كما تعرفوا يعني غزة تحت الحصار وتحت يعني فيه ظروف يعني إنسانية يعني صعبة جدا. فتتطلب يعني منا أنه نتدخل. كانت عندنا يعني حملات موسمية كثير، ففي الدخول المدرسي، في شهر رمضان، في كسوة العيد، في مشروع الأضحية، يعني في كل المناسبات يعني تكون عندنا يعني حملات يعني نستهدف بها يعني الأسر يعني المحتاجة والأكثر تضررا. نعم، طيب كيف كيف ستتم العملية بالنسبة ممكن لإيصال التبرعات لقطاع غزة؟ نعم، هو الأمر هذا يتم من خلال يعني الوسيط الذي نتعامل معه في قطاع غزة، وهي كما نقول جمعية خيرية يعني مثلنا، تتكفل بإنجاز النشاط هذا، ويعني تعطي للجمعية حقها يعني الإعلامي، يعني حتى يعرف المحسنين أنه حملت يعني كما نقول مساعداتهم وصلت، وكما نقولوا الخير الحق الأهله، والحمد لله يعني اللي يقدر اللي يزور صفحتنا يعني يشوف حملاتنا يعني السابقة فيما يخص الدخول المدرسي في غزة. يعني كان حملات يعني حملات ممتازة تشمل يعني تقريبا الآلاف من الأسر، والفرحة يعني ما تقدريش تصوريها تاع الأطفال الصغار خاصة اللي ما عندهمش، ف فرحة يعني ممزوجة بالبكاء وممزوجة بالأخر، يعني شيء مؤثر جدا يعني في قطاع غزة. نعم، طيب ممكن آخر كلمة أو الرسالة التي قد تتوجه بها اليوم للمحسنين الراغبين في التبرع وحتى المشاركة في هذه الحملة التي تحمل شعار سعدك يا فاعل الخير، ممكن رسالة لهم بخصوص التبرع الذين لا يعرفون طريقة التواصل والتبرع مع الجمعية؟ نعم، احنا نتوجه للمحسنين يعني بادئ ذبة، نقول لهم كثر خيركم وربي يبارك في مالكم وفي رزقكم، وندعوكم من خلال منبر قناة الشروق نيوز لأن تكونوا لتكون أيديكم سخية يعني تساهموا معنا في هذا المشروع، وإدخال الفرحة على يعني الأطفال الفقراء يعني سواء داخل الجزائر أو في قطاع غزة. يعني ما تقدرش تتصوروا يعني فرحة الأطفال بهذا الأمر اللي احنا نشوفوه بسيط، ولكن بالنسبة لهم هو شيء كبير وفرحة كبيرة يعني توصلهم. فنساهموا ونلحقوا كما نقولوا السعادة، ونلحقوا يعني الفرحة لهؤلاء يعني ونشملوهم بمساعدتكم وبخيركم. نعم، خلينا ممكن نذكر بخصوص المساعدات بإمكانها أن تكون مالية وحتى ممكن تبرعات المحسنين الذين يتواصلون مع مقر الجمعية. نعم، من خلال صفحة الجمعية فيه الأرقام الهاتف، فيه يعني تواصل حتى من خلال مراسلة الصفحة، فيتفضلوا ومرحبا بهم ونقدموا لهم كل الشروحات اللازمة وكل ما هو
مع كل ما يريدون الاستفسار حوله. نعم، السيد مراد مزغيش رئيس مكتب ولاية الجزائر بجمعية الأياضي البيضاء الجزائرية، شكرا لك على مشاركتنا نقاش هذا الموضوع وعلى هذه المداخلة. العفو، سعيد جدا بلقائكم، شكرا. شكرا لك.